تحياتي لضيفك الكريم الاستاذ خالد شاكر. ولان الحدث استثنائي، الحدث متعلق طبعا النهارده قناه النادي الاهلي اتمت 10 سنوات منذ الانطلاق في عام 2008، ودائما وابدا دايما معاكم في الصوره الحصريه والمعلومه الحصريه ونقل حي لكل الاحداث الرياضيه في مصر والوطن العربي. وبالطبع في هذه اللحظات وداخل مجمع الصالات باستاد القاهره الدولي، البطوله العربيه للمنتخبات لتنس الطاوله، نذهب مباشره وعلى الهواء مباشره وبث مباشر مع الزميل احمد رشاد مراسل قناه النادي الاهلي، يطلعنا بكل التفاصيل المتعلقه بالبطوله العربيه للمنتخبات والمقامه حتى هذه اللحظات وفي الختام على ملاعب الصاله المغطاه في استاد القاهره.